قناة قراءات تقدم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرفع الأمر كله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالقيام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد بنعمة الوقوف بين يديك، اللهم لك الحمد بنعمة الوقوف بين يديك، اللهم لك الحمد أن باركت في أعمارنا حتى نقف بين يديك ونتذلل إليك. سبحانك سبحانك، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا الله الكريم الكبير، لا إله إلا الله العزيز الغفور. مولانا مولانا مولانا، أتيناك في هذه الليلة المباركة، أتيناك في هذه الليلة المباركة، نرجو رحماتك. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. مولانا مولانا مولانا، أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أتيناك بذنوبنا، أتيناك بجرائرنا، أتيناك بجرائمنا، ولكننا نعلم أنك الله الذي يتجاوز عن الخلل، الذي يغفر الذنب ويرضى الصنيع. مولانا مولانا مولانا، أتيناك وأنت الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. فقراء عند باب الغني، أذلاء عند باب العزيز.
فانظر إلينا ولا تصرفنا إلا وقد رضيت صنيعنا مولانا عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه يا الله يا الله أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا اللهم إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة يا الله يا الله إن أغلقت الأبواب علينا فبمن نلوم وإن طردتنا من رحماتك فمن نطرق أبوابه عبادك سوانا كثير وما لنا رب سواك ندعوه فاغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين فرج همومنا نفس كروبنا اقض ديوننا اشف مريضنا عاف مبتلانا اللهم ارفع السحر عن كل مسحور والعين عن كل معيون والحسد عن كل محسود اللهم وأبرئ كل مريض يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا حي يا قيوم اللهم من كان منهم حيا بيننا فقر أعيننا ببقائه ولا تحرق قلوبنا بفقدانه احفظهم كما حفظت الذكر الحكيم وأمنهم كما أمنت البيت العتيق ومتعنا بهم ومتعهم بنا يا رب العالمين اللهم من سبق منهم إليك فنور عليهم قبورهم يا رب العالمين اللهم جازهم باليد الطول التي لهم علينا أكرمهم كما أكرمونا وارحمهم كما رحمونا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا اللهم نور عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اجعلها روضة من رياض الجنان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا على إخواننا في الشام اللهم اجبر كسرهم وآمن روعتهم وأحسن إليهم يا رب العالمين أمنا في أوطاننا أمنا في أوطاننا اللهم احفظ هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ
خذ علينا شمالنا وجنوبنا وشرقنا وغربنا. اللهم كن مع جنودنا على الحدود، اللهم كن مع جنودنا على الحدود. سدد اللهم رميهم، سدد اللهم رميهم، احفظهم بحفظك واكلأهم بكلائك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقك واجعل عمله في رضاك، وفق ولي عهده إلى ما كل ما فيه خير يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. تابعونا على صفحاتنا التالية: